بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أبدأ والحديث غرامي؟ فالشعر يقصر والكلام كلامي. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام. هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا أقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سلام الله عليكم ورحمته مشاهدينا، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج وذكر. الحقيقة احنا في تاني حلقة من حلقات الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. أسئلة كتير قوي بتخص المرأة، ان هي دايما بتكون منشغله في الاعمال المنزليه اليوميه بتاعتها ومش بتقدر ان هي تؤدي الطاعات صح. كمان اسئله تانية بخصوص المراه، يعني لطبيعتها البشريه. جمعنا كل الاسئله اللي بتدور في ذهن المراه حول الشهر الكريم وهنجاوب حضراتكم عليها مع فضيله الشيخ محمد حموده من علماء الازهر الشريف. زي حضرتك بتتشرف. اهلا وسهلا، مرحبا. كل عام وحضرتك بخير. كل نفس وانت بخير ومشاهديك الكرام. الأعمال المنزلية اللي المرأة بتقوم فيها في شهر رمضان، زي مثلا الطبخ، الغسيل، التنظيف، كل ده بيضيع اليوم بتاع شهر رمضان. هل إن المرأة بتجازى على الأعمال دي ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على هداه. أهنئ كل من يسمعني من المشاهدين الكرام في بقاع الأرض بهذه الأيام الطيبة المباركة، وأسأل الله العظيم أن يكتب لهم أجرها الكبير، وأن يجعل الأسرة المصرية في سعادة، وأن يجعلها في الحسنى وزيادة. آمين يا رب. وأهنئ حضرتك في برنامجك هذا وكذلك فريق العمل. أولا، الأعمال البيتية التي تعملها المرأة ليس من قبيل العادة ولكنها من قبيل العبادة. يظن الناس أن المرأة عندما تقوم بالأعمال البيتية من طبيخ وتنظيف ورعاية أولادها ورعاية حق الزوج أن دي عادات لا تؤجر عليها. لا، في عندنا حاجة في الشرع اسمها حسن التباعد. يعني ايه حسن التباعل؟ اي ان المرأة تقوم بما يسعد اسرتها من اول الزوج حتى قرايبه، حتى قرايبها، حتى اولادها. اذا قامت المرأة في بيتها ولم يشتكي منها الزوج، ولم يشتكي من صراخها اناء الليل واطراف النهار الاولاد، وكانت امرأة كريمة، فلتعلم ان طبخها وكنسها ونظافتها والكوي وكل ما تفعله حتى المتعة الذاتية كلها من قبيل العبادة. فهذا ليس تقصير، حتى لو بتعملها وهي مجبرة على ده. المرأة في عالمنا غير مجبرة على ما تفعل، بتعمله باستمتاع وبحب لأنها بتعمله لأحب الناس إلى قلبها. رقم واحد. بتعمله على كره. بتعمله على كره، يأسم اللي بيكرهها. أما هي تاخد الأجر. حتى لو هي كرهة اللي هي بتعمله هي ده تاخد الأجر. خلاص هي عملت. أما الذي أكرهها فهو الذي يأسم. وانت عندك من الأسئلة اللي عندك في رمضان، لو أن الرجل أكره زوجته على الجماع، بعض العلماء يقولوا صيامها صحيح رغم أنها استمتعت. فالمجبر والمكره لا حساب عليه. طيب النساء والبنات بطبيعتهم بيحبوا الزينة وبيحبوا ان هم يكون شكلهم حلو وريحتهم حلو. بعض البنات وهم خارجين في نهار رمضان بيحطوا بقى الميك اب والحاجات اللي هي بتاعت التجميل، الحاجات دي بتبطل الصوم ولا لا؟ لا تفطر ولا تبطل الصوم، ولكنها تنقص الاجر. يعني معلوم احنا عندنا من مفطرات الصوم كل ما دخل الجوف من طعام او شراب أو كل ما يغذي الإنسان. فالمكياج اللي بتحطه البنات أو الستات ده على وشها، لم يدخل إلى الجوف اللي هو المعدة، ولكن هي ممكن تغري بيه حد تاني. ما هي خلاص، ما قلنا ده هذا ينقص أجرها. بدل ما هتاخد مليار حسنة فيبقوا نص مليار، بدل ما هتاخد نص مليار حسنة فيبقوا مثلا 250 مليون، وهكذا. يعني الصيام فيه حسنات كتير فأجرها نقص. طب بالنسبة بقى للعطر، العطر منهي عنه ولكنه لا يبطل الصوم.
في رمضان بيبقى فيه عزومات كتيرة قوي، والناس بتحب انها تتجمع وتفطر مع بعضها. نعم. احيانا بعض السيدات بيحبوا ان هم يتذوقوا الطعام وهم بيطبخوه عشان يتاكدوا اذا كان مثلا ملح مظبوط، السكر بتاع العصير مظبوط. هل تذوق الطعام بقى بيبطل الصوم ولا لا؟ يجوز للمراه في نهار رمضان في اي وقت من اوقاته، سواء لانه بعض الناس تفصل ما بين العصر قبل وبعد. اقول للمراه المسلمه ان تتذوق الطعام ولا حرج عليه، طعام حامض يعني ملح يعني، او طعام مسكر، كل ده جائز بالنسبة لها. ويجوز لها ان كان عندها طفل صغير وتستخدم لتفتيت الطعام له اسنانها، يجوز لها ان تفعل ذلك ولا حرج عليها. بعض البنات لسه ربنا سبحانه وتعالى ما اكرمهمش بنعمة الحجاب. نعم. الصلاة والصوم وهم مش محجبات، مقبول منهم صلاتهم وصومهم ولا لا؟ اولا زي ما قلت لحضرتك، الذي يبطل الصوم هو الاتي: الطعام، الشراب، الجماع، ده اللي بيبطل الصوم. بس الحجاب فرض. والحجاب فرض، هي تحاسب مثلا لو انها صامت ولم تصلي. فهناك رأيان للعلماء، رأي يقول انه لا قبول للصوم طالما لم يكن هناك فيه صلاة، وبعض العلماء التانيين يقول لك لا، اللي صامته هتتحاسب عليه واللي ما صلتوش هتتحاسب عنه. يعني بيقول ان هو قبول فريضة او قبول طاعة، الطاعة مستقل. يعني هم في فريق من العلماء يقولون ان كل طاعة مستقلة، الصيام لوحده، الصلاة لوحدها، وهكذا. في حاجة كده عند بعض الناس يعني بقت حاجة عادة من العادات اليومية. ما زي ماذا؟ الغيبة والنميمة. لا، الغيبة مش الغيبة، الغيبة حاجة غير الغيبة. الغيبة والنميمة. نعم. تفضل. الحاجات دي بتؤثر على صحة الصيام ولا لا؟ تؤثر على أجر الصيام. الصيام صحيح، هعيد برضو لانه انت بدان بتكرريها، يبقى كل الستات عندها الفكرة دي. فعن عايزين نفرق ما بين نقصان الاجر وبين بطلان الصوم. الصوم لا يبطل الا بالثلاثة اللي انا قلتهم، وهناك اشياء اخرى بس بدون اختصار عشان الناس بس الغيبة والنميمة حرام. ما حرام وكبائر. كل لحم اخيه ميتا ما كبائر، ولكنها لا تفطر الصائم، تحبط أجره، تقلل أجره. أما صومه صحيح إذا كان مغتابا أو إذا كان كذابا ومحدش بيسلم. عقوبته إيه بقى اللي هو المغتاب أو الكذاب؟ الغيبة من أكبر الكبائر، والذي يغتاب الناس هو على خطر عظيم، وأحسب أنه أقرب للعذاب في جهنم. لأن واحدا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم النبي عن الغيبة، فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ بيقول له: يا رسول الله، أنا بقول عليه قصير وهو قصير، بقول عليه طويل وأهبل وهو طويل وأهبل، بقول عليه هو تخين هو تخين، أنا ما بكذبش هو غايب، بس انا بقول عيوب موجوده فيه، انا بقول انه اعمى، انا بقول انه اعرج، وهو في كده. قال له: فقد اغتبته، ما تكلمش عليه خالص. بس في حالات لما بنذكر فيها الشخص وهو مش موجود ما بتكونش غيبه برضه. لو ذكرتيه بالمديح بما هو اهله ما يبقاش حرامي وتقولي ده راجل شريف، وده كذب. فاما الكلام على الناس في غيابهم باي صوره غير المدح حرام. بأي صورة، مكيش دعوة، أنت الإنسان غايب لا تتكلمي إلا أمامه. ليه؟ لأنه قد يدافع عن نفسه، قد يضحض الكلام اللي أنت بتقوليه، يقول لك لا أنت كلامك مش صحيح، أنت اشتبه عليك أن أنت شفتيه ماشي مع واحدة في ميدان التحرير، وهو كان تشابه شكل ده. فلازم حضرتك لما تتكلمي على أي إنسان فعليك أن تتحري، إما أن تقولي ما حدث بالفعل، وما حدث بالفعل إذا كنت في مجلس خاص وأذلك، إذا أذلك أذلي الزلل بمعنى غلط، أن أنت تنقل الكلام. لا، تنقل الكلام. يعني أنا خلاص أنا قاعد مع حضرتك، ده يعتبر مجلس عام لأنه منقول على
على الفضائيات. ده خلاص انا اذلك ان يتنشر الكلام ده. طب لو قعدنا بقى في جلسة خاصة واتكلمنا في امر من الامور، قلت لك ده الكلام ده غير لا يجوز ان تنشري المجالس بالامانات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعض السيدات برضو بيبقى عندهم مشكلة ان هم يفطروا ايام معينة في شهر رمضان، ممكن ان هم مثلا بيحسوا بعد شهر رمضان ان هم يحسوا بكسل فمش هيقدروا يصوموا الايام دي، او عايزين ياخدوا بركة الشهر الكريم كامل، فبياخدوا بعض الادوية عشان يمنعوا نزول دم الحيض. هل ان ده حرام ولا حلال؟ لا حرج، العلماء على الاطلاق قالوا الافضل ان تترك جسمها لطبيعته، لأن هذا الدم الفاسد لو أن فيه خير ما أخرجه ربنا سبحانه وتعالى من بدنها. ولكن إذا تناولت المرأة حبوب لمنع الحيض فلا حرج عليها، وصيامها إن شاء الله صحيح وتؤجر. أما إذا كان هناك ضرر واستشارت دكتور أمراض نساء وقال لها إنه هذا الأمر سيضرك، فساعتها يحرم عليها الصوم، لأن صحة الإنسان مقدمة على العبادة. طيب لو في مثلا بنت أجلت الأيام اللي هي فطرت فيها في شهر رمضان، يعني أنا مثلا فطرت الشهر ده في أيام معينة ما صمتهمش، الشهر ده ما صمتهمش السنة دي، أجلتهم للسنة الجاية، لا يجوز. المرأة طالما كانت سليمة وبدنها فيه عافية وعليها أن تصوم الأيام الفائتة من رمضان، أولا تعجل بها ولا تؤخر حتى ينتهي العام. ولذلك هذه لو مر عليها العام تقضي وتكفر، يعني تعاقب، تقضي اليوم ثم تخرج كفارة عن كل يوم، دي عقوبة لأنها السنة فاتت. وهي لو صامت، احنا السنة كام شهر؟ 12 شهر بنصوم منهم واحد، يبقى بقى كام؟ 11. لو هي صامت 3 أيام في كل شهر، الأسبوع 4 أو 5 أسابيع أحيانا، لو هي صامت يوم كل أسبوع عندها 53 يوم، مع إن اللي محتاجة 30. طيب لو نسيت مثلا يا فضيلة الشيخ، أو في حاجة تانية بتحصل دايما، اللبس، يعني أنا يتهيألي مثلا إن أنا صمت 5 وأنا ما صمتش غير 4، زي برضو اللبس ده بيحصل احيانا في الصلاة. تبني اليقين على الاقل، لو انت بتصلي مثلا وبعدين طرق عليك الشيطان ضحك عليك وخدك من صلاتك، وبعدين ما انتش متذكرة انت في الركعة التالتة ولا الرابعة او التالتة، في الركعة الاولى ولا التانية او الاولى، في الركعة الرابعة ولا مش عارف الخامسة او الرابعة، فتبني اليقين على الأقل وكملي. يعني النهاردة وانت بتصلي الظهر انت مش فاكرة هي الركعة انت في الثالثة ولا في الرابعة، فبتقولي الثالثة وتجيبي واحدة، الثانية ولا الأولى، فبتقولي الأولى وبتجيبي ثلاثة، وهكذا. في آية في القرآن الكريم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض النساء فاهمين الآية دي ان هم رايحين يصلوا صلاة التراويح مثلا يحطوا بقى ميك اب، يحطوا برفان، ما هو ده اللي فاهمينه من كلمة الزينة في الآية. لا حضرتك، الزينة هنا مخاطب بها الرجال والنساء، والذهاب إلى المساجد مخاطب بها الرجال فقط. المرأة لا تلزم بالذهاب إلى المسجد نظرا لانشغالها بتربية الأولاد ورعاية الزوج، وإن الزوج عنده أوقات شغل معدودة، عنده 8 ساعات 10 ساعات، عنده 12 ساعة، عنده 20 يوم وبيجي 10، أما هي شغلها 24 ساعة، فلذلك خفف الله عنها وجعلها تصلي في بيتها. فأما الزينة هنا معناها الاغتسال ولبس الثياب النظيفة، مش الزينة اللي هو تحط ميك اب، لأن الميك اب ده لا يجوز وضعه إلا في البيت. طيب لو هي بقى راحت لصلاة التراويح، حضرتك قلت اللي مخاطب بالخروج للمساجد هم الرجال. طب لو في سيدات بتروح تصلي في المسجد، خير وبركة طالما عندها وقت ومستأذنة الزوج، وهذا لا يؤخر من حاجيات البيت وأولاده، فعبادتها مقبولة مرفوعة إن شاء الله، لأنه أجواء المساجد تفرق. وأنت تصلين في المسجد الروح بتفرق تماما عن انك لو بتصلي في البيت. صلاة البيت
بتفكرك بالشغل، بتفكرك الاولاد عاملين هيصه، الجيران يخبطوا عليك، يا اما لما تروح خلاص جارتك هتيجي تخبط عليك فين؟ بتصلي القيام، فتصلي في تؤدة. زائد طبعا معظم السيدات نظرا لانشغالهن لا يحفظن كثيرا من القران، وهي تريد ان تختم، وغالبا الغالب الذين يذهبون الى حفظ القران الكريم من الرجال، فقراءتها ايضا قراءه غير سليمه، فلو ذهبت الى المسجد خلف امام معتبر فبها ونعمت ولا حرج عليها. طيب الصلاه في بيتها بتاخد عليها اجر اكتر ولا الصلاه في المسجد، ولا الاثنين متساويين؟ المراه اجرها الكبير في البيت. ده الافضل ليها عند ربنا. المراه اجرها الكبير الذي تاخذه كاملا كالرجل اذا صلت في بيتها، ولكنها اذا خرجت فبتاخد من 25 ل 27 درجة، ده أولا. ثم بعد ذلك ده صلاة الجماعة، تاخد أجر صلاة الجماعة. ثم بعد ذلك كل خطوة تخطوها من المسجد أو إلى المسجد، الخطوة الأولانية تحط لها حسنة، الثانية تشيل لها سيئة، الثالثة تحط لها حسنة، الرابعة تشيل لها سيئة. فلو مشيت مثلا نص كيلو، نص كيلو فيه حوالي 700 خطوة، فشالت 350 سيئة وحطت 350 حسنة، و 350 حسنة تضربيهم في 10، وأحيانا تضربيهم في 700، يبقى العملية رجعت نظيفة ومغسولة يعني. ده في كل الأيام ولا في كل ولا الأيام؟ في رمضان؟ لا، في كل الأيام. تمام. أحيانا وإحنا بنصلي في البيت بيكون الإمام بيصلي في المسجد. لا يجوز. عارفة تسألي تقولي بس هسيبك أدبا تكملي السؤال. فإحنا بنحب نصلي وراه، يعني بنحس كده براحة نفسية وإحنا، وبنحس بشعور الجماعة ان احنا بنصلي الجماعة. هنقعد نتخانق بقى، طب نصلي ورا الامام بتاع مكة ولا المدينة ولا البيت المقدس ولا امام لا الامام اللي هو بتاع القرية. لا يجوز ان تصلي وبينك وبين الامام فاصل. فاصل زي ايه؟ ايه المقصود؟ فاصل زي حيطة بينك وبينه، زي الشارع بينك وبينه. البيت لا يسمى مسجد، انما المسجد فلا بد، يعني محدش يقول لي انا هصلي ورا اذاعة القرآن الكريم أو وراء التلفزيون المصري، فهذا لا يجوز. بعض البنات لما بيكونوا مثلا في عذر شرعي إن هم لا يصوموا، بيبقى عندهم حرج فبيصوم، بيبقى عليهم اسم في الوضع ده؟ هي لا تصوم ولكنها تتشبه بالصائمين. مش معنى إنه نزل عليها البيروت إن هي تقعد بقى تجيب طبلية كده وتقعد تمزمز والناس صايمة حواليها، هذا لا يجوز. فعليها أن تتشبه بالصائمين طوال اليوم، وإذا جاعت تدخل المطبخ أو تدخل مكان سري بعيد عن الأولاد وبعيد عن حد يراها، علشان ما تعودش أولادها على أن الأم مقدسة والأم رتبتها كبيرة والأبناء يقلدوها ويحبون طيب أمهم. لو شافوها في الوضع ده مثلا أو في الجزئية دي تفهمهم، وكان في احراج منها وقالت لهم حاجه تانية كذبت عليهم، هذا ليس حرج. بص حضرتك، هذا بص هذا امر كتبه الله على بنات ادم، ده امر مكتوب. البيض مش عيب، النفاس مش عيب، هذه طبيعه الجسم. لو عيبنا على المراه انه نزول الدم في الدوره الشهريه، هنعيب على الرجل انه بيتبول وبيتبرز، لا، هذه طبيعة جسم. وأريد أن أخاطب السيدات من خلال برنامجك أن لا يتحرجوا من هذا الأمر، الأمر طبيعي للغاية، وده حضرتك ده أمر قهري، فعليك أن تستمعي. أنت بتعبدي ربنا استماعا لكلام رب العباد سبحانه وتعالى. ساعة ما يجي لك البيروت عيش حياتك العادية، وولادك اللي لو شافوك بتفطري فهميهم، وقولوا لهم المرأة، لأن أنت عندك بنات وواجب على الأم إن هي تعلم بناتها، فهذا الأمر من الأمور العادية جدا ومن الأمور الطبيعية، ولكن الستات والبنات بالذات طبعا لأنه عندهن حياء، وده أمر مطلوب. مطلوب البنت يبقى عندها حياء، ترجل من هذا الأمر، ولكن نقول لها شرع هذا شرع، ولازم تعرف إن أجرها لم ينقص. مش معنى إن هي هتصوم بعد رمضان يبقى أجرها نقص، تأخذ الأجر كاملا إن شاء الله. بعض الناس بيظنوا ان شهر رمضان مش شهر عبادة، لا شايفينه شهر ان هو بقى ايه، في اكل وفي عزومات وفي ولايم، الاسراف في اعداد الطعام. الاكل الطبيعي بتاع الناس في رمضان لهم ان يتبسطوا ويبسطوا نفسهم ويعملوا اللي هم عايزينه، ولكن المحرم في رمضان وغير رمضان هو الاسراف في الطعام.
ومن خلال برنامج أنادي المرأة المصرية والمرأة العربية أناديها تستخدم عقلها في إعداد الأكل. يعني ما تحطش مكرونة بالبشاميل، دي نشويات، ما تحطش معاها أرز، دي نشويات، وهتحط معاها عيش، دي نشويات، وهتحط معاها اللي هياكل حلويات عبارة عن نشويات وسكريات، لا تجمع من النشويات إلا طعام واحد. وما تجيبش من اللحوم، ما تحطش مثلا لحوم ضاني، ما تحطش لحوم بقري، وتقول لحمة مشوية، لحمة مش عارف مفرومة، لحمة كذا، كل ذلك من الإسراف الذي ستحاسب عليه. ويجب على المرأة المسلمة أن تقتصد في طعامها. وعيب قوي لما نقول المرأة الأجنبية، أفضل سلوك المرأة الأجنبية إذا نزلت إلى سوق الفاكهة فعندها جوزها ومعاها ولدين، بتشتري 4 تفاحات، بتشتري 4 حبات موز، بتشتري لا، احنا اولى بذلك، لانه ديننا قال المؤمن ياكل في معين واحد والكافر، يعني معين واحد. المؤمن ياكل في معين واحد والكافر ياكل في 7 امعاء. بيقول المسلم بياكل اكل المعده واحده، يكفي معده واحده، اما الكافر بياكل اكل كف يملى 7 امعاء. فما يجب على المسلمين ان يسرفوا في الطعام، وعليهم ان يقتصدوا في الإفطار وفي السحور، فإن في ذلك بركة وأنشط للجسم. وطبعا هنعرفين معظم العرب كرشهم مش حلو، فده من إسراف في الأكل. الإسراف عموما في رمضان وفي غير رمضان حضرتك بتقول بلاش منه، حرام. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فعلى الإنسان أن يكون وسط في طعامه وشرابه. في سؤال كده دايما، ان هو مثلا بتطهر المرأة، يعني المرأة انتهت عندها العير الشهرية او الدورة الشهرية قبل الفجر واخرت الاغتسال بعد الفجر، صيامها صحيح؟ احنا عندنا حاجتين، عندنا المرأة المتزوجة بتحصل عملية الحميمة بينها وبين جوزها، فممكن تحصل الحميمة قبل الفجر ب10 دقائق، فالحميمة تمت ولم تغتسل فصيامها صحيح. كذلك الأخت المباركة إذا دم الحيض انتهى قبل الفجر ونزلت حاجة اسمها القصة البيضاء. إيه القصة البيضاء؟ هي حاجة موجودة لزجة تفرق ما بين نهاية الدم وبداية الحياة العادية. إذا نزلت عليها القصة البيضاء اللي ما فيهاش أي تعريق، هكلم بلغة الستات، ما فيهاش أي عرق للدم، فكده تبقى طهرت، ثم بعد ذلك تكمل صومها. عايزه تغتسل بقى، هي خلاص اذا كان الفجر ده اهمها غصب عنها، عايزه تغتسل بعد ذلك وتصلي الفجر لا حرج عليها. بتقسم على ذلك ولا لا؟ لا تقسم، لانه ده في اباحه. تقسم ليه؟ لا تقسم. نورتنا فضلت الشيخ، اشكرك وكل سنه وانت طيبه حضرتك، وتهنئه للمشاهدين الكرام، واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في مصر وفي أهلها، وأن يعز جيشها وشعبها، وأن يجعل نيلها يجري أبد الدهر وألا يحول بينها حائل. وأسأل الله العظيم في هذا الشهر الكريم لكل من يكيد لبلادنا ويدبر لها سوء أن يرده ربنا سبحانه وتعالى، وأن يرحم أمواتنا، وأن يرد غائبنا، وأن يستر بناتنا، وأن يسهل الزواج للبنين والبنات. وكل سنة والأسرة العربية التي تسمعني بخير وسعادة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بشكر فضلتك جدا وبشكركم مشاهدينا، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.